منزل الدكتور زبيب المزبزب. نعم. لو سمحتوا فاتورة الكهرباء 346,000 ليرة. شو؟ والله هيك جاي من الشركة، إذا بتريدوا ادفعوا لي وسيسروني وخلوني أمشي. شري خلص هالشي بطل مقبول. بعرف بطل مقبول، بس شو فينا نعمل؟ أنا بدي علي على الكهرباء. معقول يا شري؟ دكتور بالجامعة مثلك تنشر الثقافة والعلم والتربية للأجيال الجديدة تعلق على الكهرباء. ايه نعم معقول، لأنه هالشي بطل مقبول. أنا ظاهر علي على الكهرباء. يا كهرباء انت كتير صايرة مقرفة، ما بقى محمولة انشان نشوفك 3 ساعات وبتطلع الفاتورة 350,000 بالشهر. لا لا انا بستنكر وبرفض استغلالك للمواطن. شو رأيك بالتعليق شري؟ بعلق بكلام أقسى؟ لا بيكفي. وليه عم تعلق على الكهرباء؟ ضبطتك بالجرن المشهور. ماشي قدامي ماشي قدامي ماشي قدامي ماشي قدامي.